رقص أحلام الشامس الجريء مع طفل خليجي يثير الجدل، أحرجته أمام الجميع وردت فعله حديث الجمهور. تبي مني عيوني بس. لفتت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي الانتباه بتعاملها اللطيف مع طفل خلال إحيائها إحدى الحفلات الخاصة. وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه النجمة الإماراتية مرتدية فستاناً باللون الأزرق الداكن مطرزاً بتطريزات فضية من الأعلى تمتد إلى منطقة الخصر، بينما تقوم بمراقصة طفل صغير بعدما احتضنته إذ صعد إلى جانبها من أجل السلام عليها. ولم تكتفي النجمة أحلام بذلك، بل قامت أيضاً باستكمال غنائها أغنيتها الشهيرة تدري ليش أزعل عليك، وهي ترقص مع الطفل وتغني له. وعلق رواد منصة إكس على الفيديو واصفين إياه باللطيف والذي يدخل السعادة إلى القلب، فيما أشار آخرون إلى طيبة النجمة الإماراتية وأخلاقها العالية في التعامل مع جمهورها ومحبيها. وعلى صعيد آخر، فقد نشرت سابقاً إحدى المعجبات بالفنانة الإماراتية أحلام الشامسي محادثة جرت بينهما على تطبيق إنستغرام توثق مواساة أحلام لها بعدما تركها حبيبها. وفي التفاصيل، فقد أرسلت الفتاة للفنانة الإماراتية رسالة قالت فيها أم فهد ردي، لترد عليها أحلام إيه أمي. وهنا طلبت الفتاة المواساة من أحلام فقالت أحب يا أم فهد ويهددني أنه يروح عني واسيني أمانه. فما كان من الفنانة أحلام سوى أن ترسل لها مقطع صوتي وهي تغني لتعود وترسل لها خلي يذلف الكلب. أميرك وانت حر وروح ترى ما هو. ونشر سابقاً رجل الأعمال ومتسابق الراليات مبارك الهاجري زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مقطع فيديو لهما من داخل إحدى المحلات التجارية. وفي التفاصيل، ظهرت أحلام وهي في قمة السعادة بعدما اشترى لها زوجها مبارك الهاجري هدية باهظة الثمن، وعبرت أحلام عن شكرها بعدما احتضنته ومن ثم صعدت على صوفة كانت بالقرب منهما من أجل تقبيله. وكان واضحا في الفيديو الحب والرومانسية المسيطرة على هذه العلاقة منذ سنوات، وهذا ما أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي متمنين للثنائي الفرح والسعادة دائما. وانتشر منذ أسابيع مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أثناء قضائها إجازة مع عائلتها. وفي التفاصيل، فقد نشرت صفحة مهتمة بأخبار المشاهير على حسابها عبر إكس مقطع فيديو لأحلام يوثق انزعاجها من تصرفات البعض أثناء سفرها، حيث قالت طلعت أنا وبناتي للمول ما قدرنا كل اللي حوالينا يصورون بشكل فظيع، طيب صوروني أنا بناتي ما أبي أحد يصورون ما أحلل. وطالعين رايحين تمشى، نزلنا شوي نبغين نروح المول ما قدرنا. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.